الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد يا اخوتي الكرام، ختاما لكتاب لباب الكتابه في كتاب العلم في صحيح البخاري، نسال الله تعالى ان ينفع به. الحديث عندك ولا عندك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. آسف، احنا تكلمنا على الإسناد ولا ما تكلمنا؟ أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب العلم، باب كتابة العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان. يحيى بن سليمان وهو يعني ثقة، على الأقل جاوز القنطرة عندما يروي له البخاري، لكنه حسن الحديث، حقنا حسن الحديث، والعلماء يقولون بأنه يعني ليس بتمام الضبط، وإذا كان ليس بتمام الضبط فإن البخاري كما قلنا يأخذ منه ما وافق الثقات، من ينتقي يعني. نعم. قال: حدثني ابن وهب. ابن وهب عبد الله بن وهب الثقة الثابت الأمين، فقيه محدث مالكي روى له الجماعة، هو خلاص هو مصر دي الأهمية القدر فيها الباب. قال: أخبرني يونس. ويونس نفس الأمر، هذا من ثقات الأثبات، يونس بن يزيد الأيلي وهو من ثقات الأثبات، لكن كما قلنا يهم في حديث الزهري. وإذا وجدنا الرواية عن الزهري في البخاري فالبخاري ينتقي موافق الثقات. عن ابن شهاب. ابن شهاب هو أمير المؤمنين في الحديث، الإمام الزهري محمد بن مسلم، ثقة ثبت أمين، هو الذي دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ابن عتبة بن مسعود، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو من خيار التابعين، وهو من الفقهاء السبعة. وقلنا من المناقب أن الزهري قال: يعني ما جلست واحدا إلا استوعبت ما عنده إلا عبد الله بن عتبة، لأنه كان عالما محدثا فقيها متقنا، وهو من الفقهاء السبعة روى له الجماعة. عن ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادله الاربعه، وهو ايضا من السبع المكثرين عن النبي الامين، احتضن النبي صلى الله عليه وسلم عنقه ودعا له، قال: اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال. طبعا هذا لابد ان لو تكلمنا عن لطائف الاسناد لابد ان تعلم يقينا بان هذا ايش؟ لا، ليس يقينا، لكن يغلب على ظن انه من المراسيل، من المراسيل، لان لم يحضر القصه، ابن عباس لم يحضر القصه. نعم، مفهوم مراسيل الصحابه ك ك ك ك ك كموصلات الصحابه بدليل ماذا؟ ها، في الصغر انه ما كانش موجود، ما كان موجود انه يقول ان رزيه يقول رزيه محال، لانه لم يحضر قول عمر. مش صعبة، هي ليست صعبة، هو لأنه أصلا عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهز الاحتلام، يعني حضر كبير، كان صغيرا، يعني كان نهز الاحتلام كما في حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إلى منى إلى غير جدار. نعم. عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نريد أن نوضح المسألة حتى قال ظاهر الحديث أنه حضر القصة، قال: ليس الأمر في الواقع على ما يقتضيه عند الظاهر، هذا الظاهر، بل قول ابن عباس المذكور إنما كان يقول عندما يحدث هذا الحديث. ففي رواية معمر عند المصنف في الاعتصام، رواية أخرى للبخاري في الاعتصام، قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول، وكذا لأحمد من طريق جرير بن حازم عن يونس بن يزيد، وجزم ابن تيمية في الرد على الرافضية بما قلت بأنه ما كان موجودا. من نص عليه؟ من نص عليه؟ الحافظ نقل أن ابن تيمية أصلا قال في ذلك في معرض الرد على الروافض. قال عمر، وطبعا لما يقول، لأنه في قوله فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية، مفهوم؟ ظاهر الكلام أن ابن عباس كان في القصة في الواقع، ولما خرج قال إن الرزية كل الرزية، وهذا ما حدث،
هذا ما حدث. نعم. ابن عباس كان إذا حدث بالحديث قال هذا. نعم. مفهوم؟ فأكون هذا يعني إما أن أكون من مراسيله وإما يكون حقا وقع هذا يعني قد جلس أو حضر الواقع لكنه لم يقل هذا القول حين خروجه من الواقع في مجلس التحديث. يعني عندما يحدث في الحديث كان يقول هذا الكلام إن الرازية في الأصل، لأنه طبعا لما يقول ذلك الروافض الخبثاء بيأخذون هذا يلتقطونها في مسألة الوصية كما قلنا. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. نعم هذا هو حديث عظيم جدا، حديث فيه جمل من الأهمية بمكان، منها أولا ابن عباس أنه لما اشتد وجع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أولا بشرية النبي، أول المسائل في هذا الباب دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم بأن السلام يصيب ما أصاب البشر حتى لا نقول بالغلو الذي يقطع الأعناق ويصل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الربوبية كما قال قائلهم ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر يصيب ما يصيب البشر من اللأواء والشدة والتعب والهم والغم والحزن كما حدث من الكدر الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم والهم والغم والحزن الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بمقتل أصحابه ومقتل القراء وجلس شهرا يدعو على رعد وذكوان. النبي صلى الله عليه وسلم أصاب ما أصاب البشر وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لذلك أمر الله جل في علاه يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، الذي الفرق بينه وأنا علو الدرجة بأنه يوحى إليه. وذلك في الحديث السنن صح عن نبينا أنه قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، وكان يصيبه المرض بل يصيبه المرض بأشد ما يصيب عبد من عباد الله جل في علاه. دخل ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يوعك وعكا شديدا، قال إنك توعك وعكا شديدا، قال نعم، فقال توعك وعك رجلين، قال إني يوعك وعك رجلين، قال ولك أجر رجلين، قال نعم، ثم قال أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل الأمثل، وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سكرات الموت بالشدة في هذا الباب، حتى أنه كان يضع يده على الركوة ويأخذ قطرات الماء على رأسه يقول سبحان الله إن للموت لسكرات، إن للموت، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وأيضا سقط النبي من على فرسه فجحشت فخذه، فجاءوا جميعا يعودونه ويزورونه حتى صلى بهم قاعدا وأشار أن اقعدوا. فأول المسائل في هذا الباب عندما قال اشتد وجع النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها كما قلنا بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الاشتداد عليه بالوجع والمرض وهو أسوأ لغيره كما قلنا، وهذا لحكمة عظيمة لكمال الأجر له بأبي هو وأمي. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع فعادوه، التقدير هنا أنهم عادوا صحيح زاروه، وزيارة المريض أو عيادة المريض من أفضل الطاعات، وهذه حق المسلم على المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحق المسلم على المسلم ست، فذكر منها عيادة المريض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على عيادة المريض من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فهو في مخرفة الجنة إذا أصبح حتى يمسى وإذا أمسى حتى يصبح. وقال وكل الله 70,000 ملك يستغفرون له، وكل الله له 70,000 ملك يستغفرون له. فمن أفضل الطاعات عيادة المريض، فهم عادوا النبي صلى الله عليه وسلم مريضا بأبي هو وأمي. المسألة الثالثة قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب، هذا الشاهد الذي يستشهد به الإمام البخاري في جواز الكتابة بغير القرآن صحيح أم لا؟ كيف؟ ونوج الدلالة. قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، هذا الذي يستشهد به البخاري على جواز الكتابة كتابة العلم غير القرآن صحيح أم لا؟ صحيح. وين وجه الدلالة؟ لا تضلوا، لأن الكتاب محفوظ كتاب القرآن. أين وجه؟ افهم السؤال يا حاتم. قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، هو يستشهد به البخاري على جواز الكتابة بغير كتاب الله. وين وجه الدلالة؟ ما هم همة الفصل هذا؟
ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله. في اكثر في اكثر من هذا فتحت الباب ودخلت وما في احد ولا دخل ولا دخل الباب. ليس كتاب الله، ليس كتاب الله هو الان، يعني هذا كتاب غير كتاب الله الذي فعلها. ولذلك قال بيننا كتاب الله. جماعة كنت متفقين معك ما ايوه ما قالوا ذلك، لا ما قالوا كتاب الله محفوظ. طيب لك قال قلت الاخ قال لو القران كان تكلم به مباشره من الذي قال بذلك؟ الاخ اليمني. وين هذا؟ انا سمعته في اخر الصف. لا انا ما سمعته. انت تشهد عليه محارب يا لا والله لا 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 انت الان كنت ميتا من الدرس جميعا ميتا واستيقظت هنا على الانتقاد. انا ضعيف في الوصول. لا ما انا ضعيف في الوصول. لا 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 والله بفضل لا لا تقل هذا انت بفضل الله. طب اصبر انا لا اقبل منك هذا. انت ما شاء الله في الاصول جيد جدا، ولا سيما الاصول ايضا مثلك لا يفرط فيها. لما؟ لان انت فضل خاص بكتاب الله وهذا زاد لك بقوه. وبعدين اسمعني، هو حتى لو قال ذلك انت قلت بهذا، انا قلت له وجه الشاهد، قلت اين الشاهد؟ عامة الصحيح بذلك هو يستشهد بها البخاري، يستشهد به البخاري على ان هذا الكتاب غير كتاب الله، لان عمر الخطاب قال بيننا كتاب الله، فهذا كتاب غير، وهو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ساكتب النبي صلى الله عليه وسلم علما من عنده، لا تضلوا بعدي. والحق هنا الكتاب لا يؤول كما اولت الرافضه بان الكتاب هنا ستكون كتابه ايش؟ الوصيه لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. والا لما قالوا اوصى فقالت اين اوصى؟ متى ان اوصى؟ متى اوصى؟ مات بين سحري ونحري، وكان الكلمات التي قالها ويموت قال اللهم الرفيق الاعلى، اللهم الرفيق الاعلى، صحيح؟ وهنا الكتاب لما يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تضلوا بعدي، لابد ان تعلم بان الكتاب كما قال هو السنه، كل السنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنته. فتركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنته. والحق بان الكتاب الذي كانت تكتب تعرف من قول عائشه رضي الله عنها وارضاها في الروايه الاخرى بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه ائتوني بكتاب اكتب لابي بكر لا يقول احد انا اولى منه. ثم لما اوحي اليه جزما بان الجميع يتفقون على ابي بكر وما حدث اتفاق مثل هذا الاتفاق على ابي بكر، فالجماعة يتفق على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. وهذا الذي حدث، لأن الذي جعل الإنسان لا يكتب أوحي إليه، وهذا راجح والله تعالى أعلم، أوحي إليه بأنه لا اختلاف على أبي بكر. وهذا الذي حدث لما اختلفوا في السقيفة، سقيفة بني ساعدة، وقالوا لعمر الخطاب ماذا تدرون ما يحدث؟ أما تعلمون ما يحدث في السقيفة بني ساعدة؟ هم هيأوا سعد بن عبادة للإمارة، فذهب إليهم عمر ومعه أبو عبيدة ومعه أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، ويقول عمر زورت كلاما، أريد أن أتقدم به بين يدي أبي بكر، خلاص كنت. ثم تكلم عمر لأنه الأعلم، وفي المحلة لابد يقدم الأعلم، في المحلة لابد يقدم الأعلم. فقام أبو بكر يقول عمر الخطاب والذي نفسي بيدي ما زورت كلمة إلا أتى عليها أبو بكر وزيادة. وقام أبو بكر وكان العلم هو العلم هو الفاصل في النزاع، لما قالوا منا أمير منكم أمير؟ قال لا، إن هذا الأمر في قريش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر في قريش من نازعهم فيها أكبه الله في النار، أو في رواية عليه نعمة الله. فقال منا الأمير ومنكم الوزير، قالوا رضينا، واتفقوا جميعا. فقال رضيت لكم أحد رجلين. فقال عمر من يتقدم في أمة فيها مثل أبي بكر؟ لأن أتقدم فيضرب عنقي خير من يتقدم قوما فيه مثل أبي بكر. أبسط يدك فبايعه، فتتابع الناس على مبايعة باتفاق على مبايعة علي بن أبي بكر، وليس انقباض علي بن ابي طالب رفضا له. كان ممالاه لمن؟ ممالاه لفاطمه رضي الله عنها وارضاها للمشاحنه التي حدثت، وفاطمه كانت اخطات في ذلك، اجتهدت فاخطات، قالت اين نصيبي من ايش؟ من فدك؟ نعم، فطعون بها السماء، وها خطا منها هي اصلا، وابو بكر حجها بالنص، قال لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. والرافض طبعا يحرفون
يقولون ما تركنا صدقة يعني الذي تركناه إيش صدقة في تحريف. نقول لا 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 الرواية الأخرى تنهي لك المسألة. ما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا، كان كله في القراء، ما تركه صدقة. فلذلك كان الحق مع أبي بكر بالعلم، فحدث الاتفاق على أبي بكر، فذلك لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس الكتاب هنا بأي كتاب أخرى إلا أنه قال لا تضلوا بعدي، قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ثم بعد ذلك لم يكتب. وأنا نقول هنا لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم، والقدر بذلك غالب، وفيها دلالة بأن الله جل في علاه تكفل لهم بعدم الإضلال، كما قال عمر بيننا كتاب الله لا ضلال ولا إضلال، نجاة الأمة وفلاح الأمة وسداد الأمة بوجود كتاب الله. وإذا قلنا بوجود كتاب الله لزاما نقول بأنه بوجود كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا كتاب الله بيننا حسبنا كتاب الله لزاما تقول حسبنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز ممتاز، أنت أتيت على ما أريده بالضبط، لأنه لابد أن تعلم أننا لا يمكن أن نعقل ما في كتاب الله كليتا إلا بالمبين إلا بالبيان. ولذلك قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال ثم إن علينا، يبقى لابد في الكتاب، لابد من وجود الكتاب، لابد أن يكون يتواجد المبين للكتاب. ولذلك قلنا في قول الله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، لابد أن تقول الذكر هو الكتاب وإيش ومبينه والسنة. فلما قال عمر حسبنا كتاب الله بيننا معناه الكتاب والسنة، معناه الكتاب والسنة. وهذا احتج به بعض الجهلة بل بعض الكفرة الذين يدعون بالقرآنيين، الذين يأخذون بالسنة، يقولون عمر صرح بيننا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، احنا حسبنا كتاب الله. ولذلك لما قالوا لعمر بن حسين وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا تحدثنا إلا عن كلام الله إلا عن كتاب الله، قال والله وأنا ما أريد أن أحدثكم إلا عن كتاب الله جل في علاه وإلا عن كلام الله، لكني أخبركم بمن هو أعلم بكلام الله مني ومنكم، لأن كلام الله لن تصل إليه وصولا تاما إلا بالمبين. وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليه. فهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني، هنا عندنا هذه المسألة الأصيلة في هذا الباب على الكتابة، قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. حدث الإشكال بعدها بأن عمر الخطاب قال غلبه الوجع، لم يأتوا بالكتاب ولم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم. فيها إشكال عندنا هنا، ما هو الإشكال؟ إما إشكال وإما مخرج أصولي. نروح على النت عشان تدخلون، انا بحاب النت. اقول ممتاز، عشان الامر الوجوب اوجب لنا اشكالا هنا الان، اذا كان الامر الوجوب لما لم ينفذه؟ فهمني، او مخرج اصولي انهم يقولون الامر ليس الوجوب هو على الارشاد، مفهوم؟ وهذا ليس مخرجا، ليس بصحيح. ظاهر الامر الوجوب، هنا ظاهر الامر الوجوب ولم يمتثلوا، ما اتوا. وهنا عمر تعالى قال ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع. العلماء يخرجون من هذا بمخرج لطيف في هذا الباب، عمر مجتهد ولا غير مجتهد؟ مجتهد. وهنا تأتي المسألة المهمة، صحة الاجتهاد في وجود النبي، صحة الاجتهاد في وجود النبي. فاجتهد وعلم أن هذا الأمر ليس للوجوب ولكنه للإرشاد، علم أن هذا الأمر ليس للوجوب لأمرين. الأمر الأول ما تعلل هو به وقال أن الإنسان غلبه إيش الوجع، ولو أتيناه بالكتاب قد 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 يتعب في الكتابة، قد يحدث له يعني ما يحدث له، يعني لا يحدث له أنه لا ينضبط الكتاب، لا، هذا فهم المنافقون. المعنى بأن عمر الخطاب لا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، يعني لو تكلم بكلام لا يكون هو الكلام أنا أريد أتأدب في اللفظ. ما طيب افهموني، اخرجوا من حيز الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. المريض أي البشرية، ممتاز. المريض لو غلبه الوجع وأراد أن يتكلم بشيء أو يضبط شيء، هل يضبطه؟ ما قد يعتريه ما يعتريه ولا يضبطه، فهمتم؟ قد يختل، لكن انتقل هنا من حيث البشرية التي هي تحت النبوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي معصوم. لكن عمر الخطاب لما قال بذلك، لذلك نحن نربى بعمر الخطاب أن يكون يقصد هذا. عمر الخطاب يقينا لا يقصد ذلك، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كتب أو قال فكله حق، لأن الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في لو حضرته الملائكة قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيكون الإجابة على ذلك من عمر أنه قال المنافقون يطيرون كل مطار بهذا، يقولون الكلام هذا في وجع النبي ونبي كأنه لم يضبط بهذا الكلام، والمنافقون تعلمون أنهم يتجرؤون على عرض النبي. وهذا اجتهاد من من؟ اجتهاد من عمر، لكنه وافق القدر. صبرا بس نوصل الفكرة وتأتي بما عندك. فيكون هو اجتهاد من عمر في هذا الباب أن الأمر ليس للوجوب لكنه للإرشاد. فاجتهاد اجتهاد عمر هنا وافق القدر، وافق القدر، والله لم يقدر أن يكتب لهم كتابا. ولكن هذا عذر لمسألة عمر أنه لم يمتثل سريعا، أو لم يمتثل من معه سريعا، لأنه أعلمهم عمر المولود، فجعل هذا فيه صارف، جعل للأمر صارفا. لذلك قال إن غلبة الوجع على النبي صلى الله عليه وسلم، وبيننا وعندنا كتاب الله حسما لن تضل، لن نضل بعد. هات الفكرة اللي عندك. كيف؟ شفقة النبي عليه الصلاة والسلام هم ما هي الشفقة هنا؟ حتى لا يكون الإكثار على النبي، لكن لابد لها من توجيهات، لأنه هو أمر، لأنه أمر، فاهم؟ أمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب. شوف لما اجتهدوا في مرضه ولدوه ونسلم نهاهم عن 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 يردوه، قالوا لا كراهية المريض للدواء، مفهوم؟ لبد النبي صلى الله عليه وسلم بالدواء، أعطوه الدواء إجبارا، والإنسان قال لهم لا تفعلوا ففعلوا، وقالوا لا لا النبي صلى الله عليه وسلم بينهانا، وهو التأويل موجود هو الآن، لكراهية المريض ليش للدواء. أما قام ماذا فعل؟ لما استفاق ماذا فعل؟ أمر بكل الموجودين أن يلد، قال ما يترك أحد إلا ولده، إلا العباس إنه ما رضي بذلك، عاقبهم، فهمت؟ فيقول بهذا. لكن عمر لما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعوا في ذلك، كان اجتهادا في المحل. فقال عمر الخطاب قال غلبته ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع. وعندنا ايوه كلام غير واضح، مش اصبر، طيب اصبر، كلام غير واضح. هناك شراب، دواء شراب للكحه سعال، طيب انا يعني لا احبه، فقلت لا احد يسقيني هذا الدواء، فالجميع قالوا الرجل بيقول ذلك لانه بيكره ايش؟ كراهيه المريض للدواء، فاعطوني رغم انفي رغم ارادتي، فهمت؟ فقمت انا وكان لي الكلمه عليهم، فقلت الجميع يشرب من الدواء، فالجميع شرب. اذا بقى تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك معه انهم اعطوه الدواء على كراهيه منه، ما يريد، قال لا تردوني، فهمت؟ فلما لم يفعلوا قام فامر ان الجميع ياخذ من الدواء. واضح الان؟ إذا العباس، لأن العباس ما كان يرتضي، كان عقابا، كان عقابا لهم، كان تعزيرا لهم. تركتم عصب المسألة ورحتوا، فهمتم؟ طيب. أنا عارف، طيب. لكن المسألة هنا قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا. فيها مسألة ثالثة، وهي المسألة المهمة جدا، وهو التمسك بكتاب الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا قد أناط عز هذه الأمة وتمكين هذه الأمة بكتاب الله، وعدم مصاحبة القرآن خسارة للدنيا والآخرة. وكما بيّن ابن عباس أن البيت الخرب الذي ليس فيه شيء من القرآن على أثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من مصاحبة القرآن. فالعز والتمكين والتوفيق لا يكون إلا بكتاب الله جل في علاه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. لذلك قال كتاب الله حسبنا، كتاب الله حسبنا. وقول عمر كتاب الله حسبنا معناه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر بن الخطاب يعلم بأن كتاب الله لابد له من البيان، والبيان لا يكون إلا من سنة النبي العدنان، هو المبين. قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. لذلك قال عمران بن حسين القرآن أحوج إلى القرآن من القرآن إلى للسنة، القرآن أحوج إلى السنة، آسف، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. كتاب الله الفرد، يعني الفرد يكون في السنة، هو الفرد يكون في السنة وفي الكتاب لا. وأصلا لابد أن تفهم أن عمر لم يقصد بذلك الكتاب فقط، وإلا كيف هو وهو الذي تمسك بالسنة في كل الأحوال، عندما سألوه عن الإملاص ما كان يعرف، قال لا أعرف في كتاب الله علشان، ولا أعرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل منكم أحد عالم النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه شان؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال نعم، جعل فيه الغرة، في الجنين الغرة. ثم قام محمد بن مسلمة فشهد معه في ذلك،
تمسك بسنة عمر بن الخطاب يمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء حذيفة يقول له على مسألة الجمع المصحف ماذا قال؟ كيف نفعل شيئا لم يفعله؟ فهنا كلام عمر كتاب الله حسبنا يعني كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ضمنا طبعا، لأن أنت الكتاب لن تعقل كل مراد الله فيه إلا بمن؟ إلا بالمبين، والبيان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا، يعني اختلفوا جميعا. وهنا تأتي المسألة الثالثة المهمة جدا، وهي ذم الخلاف، ذم الاختلاف في كل أحوال، ذم الاختلاف. لذلك لا يقال بأن الاختلاف رحمة، وسنبين. لو الاختلاف رحمة يبقى الاجتماع إيش؟ عذاب. لو الاختلاف رحمة يبقى الفرقة، يبقى الاجتماع عذاب. يعني هذا عجب عجاب لو قال بهذا. فهنا ذم الاختلاف. فنتيجة الاختلاف أن السلام قال خرجوا، خرجوا وامتنع الكتاب. هذا الذي منعهم. وطبعا الكتاب خير لهم، ولكن الله تعالى له ما له من شؤون في عباده، والله جل وعلا يقدر ما شاء، والحكمة لله جل في علاه. لكن أيضا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون خيرا لهم، لذلك قال خرجوا. فخسروا كتابة النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف والاختلاف دائما دائما لا يأتي بخير. وأنت عندك في ليلة القدر رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما رآها؟ رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا يخبر بها، صحيح ولا لا؟ فاختلفوا، فلما اختلفوا واختصموا علت وارتفعت. مع أننا نقول في العاقبة من حكم الله أن 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 الأفضل أن تخفى. أكاد أخفيها لترجى كل نفس بما لا من أجل اجتهاد. لأنك لو علمت أنها في ليلة 27 الساعة الواحدة كله نايم، وجاءت نفسه على الساعة الواحدة يقوم ليستغفر ويتوب ويصلي، صحيح ولا لا؟ يكون من الغد هو هذا، لكن هو أبهمها من أجل الاجتهاد في عبادة الله جل وعلا. في كل ليلة يقول هي الليلة. ولذلك الإنسان في العشر كان يشد المؤزر، وأيضا يحيي الليلة ويوقظ أهله اجتهادا في هذا. هذه حكم من حكم الله جل وعلا. لكنه هنا قال لما اختلف ففيها ذم الاختلاف. وذلك ترى الله تعالى قال ولا 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 تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاختلاف فساد ذات البين هي حلق، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. ولما أرسل أبا عبيدة مددا لعمر بن العاص قال تطاوع ولا تختلف. شو الاختلاف؟ ماذا الاختلاف؟ اختلاف أدى إلى سفك الدماء. الاختلاف أدى إلى التأويل، ما عصي الله بمثل التأويل أدى إلى سفك الدماء، وهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة. يعني أين الديانة لما يستحل أحد دم أحد بداعي أنه مبتدع ولم يثبت حتى البدعة فيستحل الدم الذي تهتز له السماوات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس بيده لو اجتمع أهل السماوات والأرضين على سفك دم امرئ مسلم بريء لأكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي. ما عصي الله بمثل التأويل بحال، وهوى النفس هو الذي يؤدي إلى ذلك. فيستحل الدم البريء، وأي دم ليس دم أحد الناس، دماء أهل علم. وهذه مصيبة، ده إسقاط أهل العلم، جناية على شرع الله جل وعلا أيام جناية، وإعمال للفساد في الأمة أيام إعمال. فكيف بإزاق النفس المسلمة التي لها ما لها من قسط من العلم والتجرؤ على ذلك؟ من ما أي شيطان عم على القلوب والأبصار البصيرة والأبصار بالتجرؤ على سفك دم بريء ومن أهل العلم؟ هذه أم المصائب في هذا الباب. يعني الجهل المركب يودي بالأمة إلى الهلاك. فالاختلاف يؤدي إلى ذلك، والاختلاف حدث أن الاختلاف أدى إلى سفك الدماء في الرعيل الأول في خير القرون البشرية. بحال من الأحوال لا تجد من يدانيهم، صحيح ولا لا؟ وقد حدث ولا ما حدث؟ حدث، وتقاتلوا يعني أم علي بن طالب يمر على طلحة وهو كأنه يبكي ويقول أبا محمد عز علي أن أراك بمثل هذا، أبا محمد عز علي أن أراك بمثل هذا أبا محمد. ويقول إخوان عصام المتقابلين يقول نزلت هذه فيا وفي عثمان وفي طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، كلهم إخوة على سلم المتقابلين بفضل الله فعلا. لكن شوف انظر إلى الجهل ما يحدث، الاختلاف يؤدي إلى ذلك. لذلك عمر الخطاب وهم مبشرون بالجنة، العشرة مبشرون بالجنة، شوف انظر سبحان رب العظيم. وهنا الاختلاف
قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال من أراد بحبوحة الجنة قد ورد مرفوعة موقوفة من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة قال والفرقة عذاب والفرقة عذاب فالتشرذم والاختلاف هذا يؤدي إلى التناحر والتدابر والتباغض وبعد ذلك يؤدي إلى سفك الدماء اللهم ارحمنا يا رب العالمين اللهم ارحمنا يا رب العالمين وأما قول عمر الخطاب قول عمر بن عبد العزيز باختلاف أمتي رحمة يقصد أي اختلاف يقصد الاختلاف المحمود اللي هو الاختلاف الخلاف الذي يسع في الأمور الاجتهادية التي لا تخالف نصا والفهوم تختلف والعقول تختلف وهذا يسع 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 وكله ينصب في أمر واحد وتحقيق مصلحة الشرع على مقاصد الشريعة ولذلك قال الله جل في علاه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين خلاص ويوفق عبد ولا يوفق عبد والمقلد في كل أحواله برئت ذمته يأخذ بمن شاء من كامل العلماء ويبقى عليه لكن ليست شاهيا ليست شاهيا أنه وافق هواء أو شيء من ذلك يأخذ بمن شاء من كامل العلماء هنا اختلاف الأمة يأتي هنا رحمة هذا الاختلاف الرحمة حقا في تنوع الفتاوى في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها التي لا نص فيها فيكون الرحمة فيها بهذا الباب أما الاختلاف الذي يؤدي إلى التنازع وإلى سفك الدماء فهذا ليس برحمة بحال من الأحوال قال وكثر اللغط قال قوموا عني قال قوموا عني فهنا قوموا عني فيها دلالة على السلام ذم الاختلاف ومن ذم هنا تفصيل لذم الاختلاف أنه قال قوموا عني وهذا تغليظ لهم وتعزيرا لاختلافهم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ينبغي لهم أن يختلفوا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم فالاختلاف كما قلنا منبوذ من الشر قال لا ينبغي عندي التنازع قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع لما لا ينبغي عنده التنازع لن يوحى عليه هذا طرف الطرف الآخر الأقوى لابد من إجابته لا 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 ما نعم نعم يحذر من رفع صوتك رفع صوت ليس على النبي صلى الله عليه وسلم نعم ممتاز الأصل في ذلك بأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وجود النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه إلى الملائكة والتنازع يستجلب الشيطان التنازع شوف 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 ذم التنازع والتنازع يستجلب الشيطان والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس وجلس مع أبو بكر ورجل تنازع مع أبو بكر أو سب أبو بكر وسكت أبو بكر ثم سكت أبو بكر فاستلسى رد عليه أبو بكر فمشى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب أبو بكر يحسب أن هذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سكت وكان الشيطان يجيب عنك فلما أجبت عن نفسك جاء إيش حظنا جاء الشيطان ذهب الملك وجاء ولا يجوز في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يكون هناك من الشياطين فلذلك قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع هذه فيها أيضا من باب توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التنازع ولأن التنازع في وجود النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع ولأن الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ففيه كما قلنا التوقير والتعظيم لجناب النبي صلى الله عليه وسلم ولمجالس النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرج ابن عباس فقال إن الرزية كل الرزية إن الرزية كل الرزية بأنه ما حال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كتابه ابن عباس يقول بذلك عنده اجتهاد هذا من اجتهاد ابن عباس من اجتهاد ابن عباس يقول لأن الأوفق والأسد والأصح أن الإنسان لو كتب لكم كان فيه ما فيه من الإرشاد الذي يكون فيه الخير العميم على الأمة وإن الرزية تكون الرزية أنه من منع ما حال بين رسول الله وبين كتابه لا يقصد بذلك عدم الكتابة يقصد بذلك التنازع والاختلاف حضر النبي صلى المقصود هنا ليس عدم وجود الكتاب وإلا فبيننا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هنا الرزية كل الرزية الأصل فيها الصحيح فيها هو التنازع عند النبي فكان هنا الذم ذم ابن عباس على الاختلاف الذي عن لهم أو حدث لهم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لهم أن يفعلوا ذلك وهذا ليس من توقير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون التنازع بعلو الأصوات في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون يؤول كلام ابن عباس إن الرزية كل الرزية كما قلنا هو الذم لما حدث من التنازع لا لعدم وجود الكتاب لا بما اتخذه هؤلاء الروافض الخبثاء لأن هذه مسألة على وصية علي بن أبي طالب وليس وصية علي بن أبي طالب وأن النبي ما أوصل علي بن أبي طالب بحال من الأحوال بل النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى تصريحا واستخلف تصريحا أحدا بحال من الأحوال ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال لكنه أشار إلى أبي بكر بفعل وبقول بفعل وبقول أما بقول قال صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر ولما جاءت العجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله فإن لم أجدك قال إيش ائتي أبا بكر وأيضا في تأويل الرؤية بأخذ الحبل وبالفعل بأنه قدمه على الجميع في الصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس طيب نعم
قال القرائن أكثر مما أن تعد وتحصى، لذلك عدها العلماء تصريحا. يعني بعض العلماء يقول الاستخلاف أن الإنسان مستخلف أبا بكر، وإن كان الراجح لا. هذا الفوائد المستنبطة: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: جواز الاجتهاد في وجود النبي مع وجود النبي، وهذه وردت من عمر الخطاب اجتهده، وأبو بكر قد اجتهد في مسألة تأويل الرؤية مع وجود النبي، وقال أصبت وما أخطأت، قال أصبت بعضا وما أخطأت بعضا. أيضا الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم بحديث العسيف، قال فسألت أهل العلم فقالوا لي على ابنك جلد مئة وتغريب عام، وعلى هذه المرأة الرجل. وأمر معايا هذا الحديث ضعيف، حديث شاذ، عندما قال أجتهد رأيي، حديث شاذ. ها؟ أقولت لك حديث شاذ. لا ليس بصحيح. وجوب التمسك بكتاب الله جل في علاه، قال كتاب الله حسبنا، والمقصود بكتاب الله يبقى لابد كتاب الله، ها؟ لأن في كتاب الله وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. وهذا فقه ابن عباس لما جاءت المرأة وقالت له قد قرأت كتاب الله في عندك، تقول أن الله لعن الناموس والمتناموس ولم أجد في كتاب الله آية تلعن، قال لو قرأت لوجدتيه، فقال قرأت ما بين دفتيه، قال أقرأت قول الله في علاه وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النمسة والمتنمسة والواصلة والمتوصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وجوب توقير مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حياته بوجوده، ومن التوقير عدم السير إلا بإذنه، قال الله تعالى فإن استأذنوك الآية، ها؟ نعم أنا أقول قبل الآية. طيب خلاص نأخذ الشيء. يا الذين لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الذين يتسللون منكم خلال، لا لا قبلها الآية قبلها، قال فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت، ليس للكل. فتوقير مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده توقير مجالسه التي يحدث فيها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المهمة لابد أن نفهمها، التي ضاعت وذابت بين الناس. إذا قلنا بوجوب توقير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نقول توقير المجالس ممتد إلى يوم الدين بمجالس الأحاديث. لذلك يعني سعيد القطاع عبد الرحمن المهدي لما كان يدخل يتحدث بالحديث، فوجد رجل مبتسما، قال لما تبتسم؟ أنا أحدث الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تبتسم، ما حدثتكم شهر. تركهم شهرا كاملا عقوبة، لأنه بيقول قال رسول الله وجد رجل بيبتسم، قال كيف تبتسم وانا احدث حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا في الامام مالك، هذه علاقه، رجل كان معظما للسنن جدا فعظم الله مجالسه. ها؟ لا ليس العقرب فقط، يقول كان اذا دخل مالك كان على رؤوسهم الطير. ما في. كان على رؤوسهم الطير. والله انا بحثت كثيرا في هذا الباب فوجدت ان المساله جزاء وفاقا واجرا طبقا. كان مالك من اشد الناس تعظيما للسنن. كان من أعظم الناس تعظيما للسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعظم الله قدره في الخلوق، عظم الله قدره، كانت المجالس كأن عروسهم الطيب. تعلمون أنه من تعظيم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وكان يتطيب ولا يتحرك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عنده يعني. وهذه هو نقلها عن الزهري عن سعيد بن مسيب. سعيد بن مسيب كان نائما مريضا، فلما ذكر له حديثا قام، قالوا إنك مريض، قال كرهت أن أحدث الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا. تعظيما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، توقير مجالس النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وجوب توقير مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده مجالس الحديث. مراجعة الأخيار، مراجعة الأخيار، من وين بقى هنا مراجعة الأخيار؟ مراجعة الأخيار. هنا في أسئلة، يقول إنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب منه اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال اجتهاد منه ولكن لم يقر عليه تقصد قدرا. نعم، هي هتأتي في المسألة، هي مسألة ممتازة. هنا أتوا بمسألة مهمة وهي فيها نعم إنه أنا سأل أن هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وصح الاجتهاد الأنبياء، لكن إحنا نقول يعني مسألة اجتهاد الأنبياء هي مسألة أصولية مختلف فيها عند العلماء.
لا سيما قول السلام إنما ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. ارتبط الأمر بأمر غيبي. لا ارتبط الأمر هنا يقول ائتوني بكتاب كان شاهد منه. فالقدر القدر أنه لم يكتب. فكأنهم هم يقولون أن استنبطوا من ذلك أنه اجتهد ولم يقر على اجتهاده. طيب. مفهوم؟ لها وجاهة نعم لها وجاهة. لها وجاهة نعم لها وجاهة. لكن الدكتور هو الدكتور الرسول قال ائتوني بكتاب لأكتب لكم لن تضلوا بعده. ولذلك قلنا التأويل كان على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لان الكتابه اسمعني الكتابه التي كانت ستكتب كانت ايش تسمى ايش حديث يعني تسمى سنه لا غير سنه سنه اذا كان اذا السنه هي التي مع الكتاب في مساله حفظ الدين على الناس هو وحي اذا كان كتب اذا كان كتب خلاص يبقى لها وجاهه فيما قالت او له وجاهه فيما قال في هذا الباب الفوائد وتريه ام شفعيه خمسه اذا هي وتر نكتفي بذلك لو في اي سؤال تفضل تفضل تحت امرك عندك سؤالان ونحن خدم لك تفضل السؤال الاول قريب من الذي سال عن الاجتهاد هو القدر الاجتهاد عمر ولكن القدر وافق القدر فهل هذا الاجتهاد عمر نقول هل اخطا او اصاب عمر عمر في هذا الوقت في هذا الباب يعني الحق بان بعض العلماء يرون بأن من وافق القدر فقد أصاب وما أخطأ لكن في الظاهر يكون قد أخطأ يمثلونها بقضية أبي بكر وعمر في الأسارة أسارة بدر لأن في أسارة بدر الإنسان قال أهلك يا رسول الله ويكونون إيش عضدا لك ونصيرا عندما يسلمون فمال النبي لكلام أبي بكر جاء عمر فقال لا أرى أن تعطيني فلان من الخطاب فأضرب عنقه وعلي بن طالب تعطيه عقيل من أبي طالب فيضرب عنقه وأبو بكر تعطيه محمد فيضرب عنقه يعلم الله أنه لا هوادة ولا مودة لنا في قلوبنا الكفار نزل الكتاب موافقا قال ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض لكن عند التدقيق والتحقيق وافق أبو بكر إيش القدر فكانت الإصابة عند أبو بكر أكثر من الإصابة عند عمر فيقال هنا ابن القيم يقول أبو بكر هو الأصوب مش عمر لكن لنا أن نقول كلاهما قد أصاب لا الذي وافق عمر في الآية الذي وافق عمر لكن عند المآل الذي وافق هو أبو بكر وكانوا حقا وافق القدر للشرع عمر وافق الشرع أبو بكر وافق القدر ففي المآل كانت الموافقة لأبي بكر فالجميع كانوا عضدا ونصيرا للنبي صلى الله عليه وسلم لا سيما غزوة ايش مؤتة ليست مؤتة اسمها ايش هذه حنين ويا محنيد الجميع ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الكافر اعطاه الدروع من صفوان عندما قال غصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم قال لا بل عارية مضمونة وهذه تمسك بها الشافعي على ان العارية مضمونة قال بل عارية مضمونة ثم اسلم بعدها باشهر صفوان الغرض المقصود كانوا عضدا حقا ونصيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وايضا ان قريش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش فكانت الموافقه الاعظم من ابي بكر لكن نحن نقول المساله كانت بين شرع وبين قضاء اذا كلمنا على الثواب والعقاب اصاله لا الشرع يقدم فاهمني لكن اذا كلمنا على المآلات فابو بكر وافق القدر في هذا الباب السؤال الثاني عنده الفيلسوف لا يضيع حقه أفهم يعني نعم ذكرت النصاب نصاب ايش نصاب السركة ربع دينار لا قطع إلا في ربع دينار في الصحيحين ربع دينار هو وصل البيض لأن في رسول الحديث يقول البيضة قالوا البيضة بيضة المحارب هذه لها ما لها من الـ من الـ من الغلو في هذا الباب أو من الثمن الغالي في هذا الباب نعم ليست البيضة طيب ولما قالوا هي البيضة قالوا هذا من باب إيش من باب التحقيق لشأن الذي سيأخذ وتقطع يده ما هذا المعري عراه الله عن الإيمان ويقول يد صح هذه أبيات أذكرها الآن بخمس سنين عسلت قطع ما لها تقطع في ربع دينار صحيح فهي كانه التحقيق لهذا الفعل قالوا يذهبون ان السرقه مهما قل يقطع ما لا
مهما قال لا يقطع بالآية والسارق والسارقة، لكن أنت وهذا قول الحزم، لكن أنت أصلاً عندك الميزان بكون النبي هذا مجمل بيانه النبي بحديث صريح فيه الحصر والقصر. عائشة قال لا قطع إلا في ربع دينار، لا وإلا حصر وقصر. هو الآن للميزان لمسألة النصاب. أحسن الله عليك. تفضل. صلى الله عليه وسلم النبي وجود النبي كيف يقوم مقام النص؟ يجوز الاجتهاد في وجود النبي لأنه سيقر أو ينكر، وليس وجود النص لا، لأن النص وجود النص خلاص لا شهادة مع النص، انتهى النص سيأتي بإقراره أو بإنكاره. فلذلك قلنا بجواز اجتهاد الصحابة في حضرة النبي والوحي ينزل، لو أصابوا أقر فصار نصاً إقرار الشرع والذي نأخذ به، أو أخطأوا أنكر كما قال هذه سنتي فبالرغم عن سنتي فليس مني، اجتهدوا فردهم النبي صلى الله عليه وسلم. حديث حديث الإرث لم يفهموه على وجه، لم يفهموه على وجه الذي يطعن يقول هذا الحديث عندهم وهم أحرص الناس وأروع وأورع الناس للأخذ بالحديث، فكيف لم يأخذوا به؟ قلنا لم يفهموه على وجه، لم يفهموه على وجه. التوجيه الأقوى من ذلك بأن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها عندها محكمات، عندها محكمات يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ، فقالت كلامه كلام أبو بكر محمال فهم؟ والمحكم عندي يقدم، فقدمت المحكم في نظرها مع أن حديث أبي بكر كان محكماً أشد إحكاماً. ها؟ لا ما رجعت، ما رجعت. لكن علي رجع، وهي دلالة أن علي يعلم يعني ذلك. علي رجع، علي ما فعل ذلك إلا مملاء لفاطمة. وأما الحكايات شوف شوف الوضع من الرافضة والوضع من أهل السنة والجماعة، يقولون رضيت بأبي بكر وذهب وزارها وعادها وصل، وهذا كله ما حدث، ما حدث، ماتت وما زالت المسألة على ما هي عليه. لكن الذي ورد تصريحا وتصحيحا بأنه أرسل إليها أسماء بنت عميس وكانت زوجا له، كانت تمرضها في مرضها. أسماء بنت عميس هي زوج أبي بكر، وفاطمة ماتت بوصية أن ما يغسلها إلا علي وأسماء. إجماع الصحابة في المسألة، وإجماع الصحابة في المسألة أجمعوا على أنه لا لم يأخذ ذلك. هذه الدلالة واضحة جدا في هذا الباب، مفهوم؟ نعم. ففي كلمة الحديث فعادوه لما مرض النبي، يعني زاروه. نعم، هل معناها يعني هم مش في الحديث ده استنباط لمسألة؟ نعم نعم. وجوب إعادة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضره من الصحابة، هل هي واجب؟ وجوب إيش؟ زيارة النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض من الصحابة لمن حضر من الصحابة. طبعا بعض ما يقولون بأنه يجب لأنه حق المسلم على المسلم. مسألة الخلاف فيها فروقات، يعني هو الخلاف الذي يقع بين المسلمين هو الخلاف الذي يقبل الذي يسع، الخلاف المحمود الذي هو في الفقه بما لا يخالف النصوص. أما الاختلاف الهوى دخل فيه، لأن الاختلاف هذا الذي يؤدي إلى التنازع، وزيادة المبنى زيادة للمعنى، وكلما ازداد الاختلاف كلما زاد التنحر والتضارب. نعم، آخر سؤال. نعم. كتاب أكتب له. ما به؟ أنا يصنع أمية. يعني آمر أحدا يكتب حبيب. بنى عمرو بن العاص الفسطاط. نعم. كيف بناها؟ يعني إلا. نعم. أي لا، يعني آمر أحد يكتب، وإلا الإنسان كان أميا لا يكتب ولا يقرأ. أما الحديث أن النبي كتب بسبعين ألف كتاب قلم أو بسبعين مش عارف لغة، كل ذلك باطل موضوع. في الآن واحد كاتب شاب فلسطيني اللي هو ناشط في كتب المئة العظماء في الإسلام، يرى أن الإنسان ليس أمي. وهذا من الجهل المركب، بل المعجزة الكبرى أنه أمي، يأتي بقصص الأولين والآخرين وهو أمي. لسان الذين يحدون عليه عجمين، وهذا لسان عربي مبين. هذا تكذيب للقرآن؟ هذا نعم، هو أمي النبي الأمي. نعم. لا هم طبعا بس مش تكذيب، لأنهم بيفسروا الأمي غير ما تفسرها أنت.
الصحف نزلت مكتوبة على نبي يقرأ ويكتب، والقرآن نزل مقرؤا على نبي لا يقرأ. هو لا يقرأ ويكتب، وده صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، وهذه معجزة من المعجزات، بأبي هو أمي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خيرا جزاء.